خادم الشحانيه ايضا تهانينا على هذا الاداء الجميل. والان التتويج بصوت زميلي سالم بن علي الحبس. شكرا للزميل سالم سعيد بن حضيري الكتبي والزميل نايف سعود البلوي. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، كاس الكؤوس يذهب مع هجن الرياسه وبقياده المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ومع غاره وانتاج الرياسه. هنا ايضا الشيخ خليفه بن سلطان بن حمدان يتوج المجازف مع كاس الكؤوس، وهذا هو كاس غاره. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز. يأتي أيضا دور الجعدان وبندقية الجعدان مع ملبي لهجن الرياسة أيضا بقيادة المضمر الظافر علي بن يمي اللوهيبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدم ملبي في هذا المساء الجميل الرائع والمميز. هنا المضمر المجازف، مضمر غارة والمضمر الظافر، مضمر ملبي أيضا يتوجون في هذا المساء بصورة